أعلن الإعلامي رامي رضوان مساء السبت 22/5/2021 عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال صعبة، على الرغم من أن مسحة فحص فيروس كورونا الخاصة بها سلبية. أخيرا أهو بعض الأخبار السارة إن مسحتها سلبية. وقال رضوان من خلال المنشور: الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا نشكركم على تقديم العزاء والمواساة، ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية الأستاذة دلال عبد العزيز وهي سلبي كورونا منذ أيام. مضيفا: فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي الأستاذ سمير غانم. نعم، لم تعلم ولا تصدق كل من ادعى غير ذلك. فعلا خبر غريب، لأن هو العربية دوت نت كتبت الخبر ده هوت، لكن الظاهر إن هو مش مظبوط. طبعا هنصدق رامي رضوان. واختتم قائلا: توضيح حالة مسحة حماتي سلبية، لكن لم يأمر الله بعد بالتعافي، الحالة لا تزال صعبة كما أوضحت سابقا، نرجوكم الدعاء. كما وجه الفنان المصري حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم الشكر للفنانة هالة صدقي والفنان محمد حماقي بعد علمه أنهما لم يذهبا لحفل الزفاف الذي حضره بعض أفراد الوسط الفني مراعاة لوفاة الراحل سمير غانم. ونشر حسن الرداد صورتين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك موجها لهم الشكر عن طريق إحدى علامات الشكر اللي هي الإيموجي. وكان المطرب محمد حماقي قد اعتذر عن إحياء حفل الزفاف الذي أقيم في مدينة الجونة الساحلية وحضره عدد كبير من نجوم السينما. كما أثار الحفل استياء بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه كان عشية دفن الراحل سمير غانم. وقرر محمد حماقي إعادة الأجر الخاص به والذي كان قد حصل عليه مقابل إحياء حفل الزفاف. وكان الفنان هشام جمال قد أعلن إلغاء المطرب محمد حماقي حفله الغنائي حدادا على الفنان سمير غانم. وقال هشام جمال: عرفت دلوقتي ان صاحبي واخويا النجم المحترم محمد حماقي اعتذر عن فرح كان المفروض يغني فيه امبارح، ورجع فلوسه احتراما وحزنا على الاسطورة سمير غانم الله يرحمه. شكرا يا اصيل يا محترم. وانا حسن الرداد ده البوست بتاعه بيشكر طبعا هالة صدقي و محمد حماقي، وادي هنا البوست بتاع هشام جمال اللي بيقول فيه انه ما راحش الفرح ورد العربون. وليكم تعليق عن سمير غانم عجبني: امبارح قعدت بتفرج على فيديوهات لسمير غانم، كل مره كنت بقف قدام كلامه عن بناته وقد ايه هو بيحبهم، تشوفه هو بيتكلم عنهم تحس انه بيتحول انسان تاني، بينسى قدام الشاشه انه ممثل كبير ومهم وكوميديان مفيش زيه، وبيفتكر بس انه ابو البنات ورزقهم الدنيا. قابلني لقاء له مع وفاء الكيلاني في برنامج السير وهو بيتكلم عن دنيا، وصفها بانها برنسيس جت شقلبت كل كيانه وحياته وتغير اول ما اتولدت. وامي ام امي حبيبته اللي وصفها انها شاربه خفه دمه في كل قعده بتضحكه، حتى اختيار اسامي البنتين كان له معنى. في حياة سمير غانم اتكلمت عنه دلال عبد العزيز مع منى الشاذلي ان دنيا دي مش مجرد دنيا، هي عملت جملة اسمها دنية سمير غانم، في إشارة انها حياة سمير غانم الجديدة، وامي اسمها الحقيقي امل، الامل اللي عايش علشانه وبيشوف فيهم حياته الحلوة. حتى في كل مسلسلات دنيا وإيمي كان سمير ودلال بيشاركوا حتى وبمشهد بسيط، ظهورهم على الشاشة هم عارفين إنه هيخطف
منهم الكاميرا، بس كانوا حابين ده ومتشرفين بيه. قريت موقف امبارح لواحدة بتحكي إنها قابلته في المطار وقالت له إنها بتحبه قوي. قال لها: أمال لما تشوفي دنيا بنتي عاملة شغل حلو قوي، اتفرجي عليه، هو في كده بجد؟ كانوا بيخافوا يطلعوا في أي لقاء، وكانوا نادرا لما تشوفهم في برنامج عشان بيخافوا يغلطوا، بيخافوا يضيعوا تعب أبوهم، وكانوا عايشين دايما حاطين اسمه في المقام الأول وقدام عينيهم. حتى دنيا قالت: أنا لو غلطت مش هيقولوا دنيا غلطت، هيقولوا بنت سمير غانم غلطت. لا عمرنا سمعنا عنهم مشكلة ولا حد زعل منهم. تربية سمير ودلال فعلا. وفي اللحظة الأجمل، هو في أجمل من إنك تستلم جايزة تكريمك في مهرجان بلدك من بناتك، وتشوف في عينيهم الفخر والفرحة في عين حبيبتك وشريكة عمرك، سايب سيرة حلوة وحالة حب ملهوش حدود في قلوب كل الناس، وبناته ودلال هيعيشوا مبسوطين بيها، ربنا يصبره. وده صورته معاهم تقريبا وهم بيكرموا. أثارت الفنانة إلهام شاهين ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما قيل عن حضورها حفل زفاف أحد رجال الأعمال في الجونة، بعد أن تواجدت في صباح نفس اليوم في جنازة الفنان سمير غانم. وكانت إلهام شاهين قد تعرضت لانتقادات حادة في وقت سابق بعد تكرار نفس السيناريو بعد ظهورها في مقطع رقص مع الفنانة رانيا يوسف بعد وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد. وأوضحت إلهام شاهين موقفها بعد الضجة التي أثيرت حولها تجاه هذا الأمر قائلة: أنا ما حضرتش أي أفراح سواء في مدينة الجونة أو داخل القاهرة بالأمس، وإن الصورة التي يتم تداولها في الجونة كانت قبل يوم واحد فقط من وفاة سمير غانم. وبحسب العربية دوت نت، قالت إلهام شاهين إنها كانت تتواجد في الجونة بصحبة مجموعة من الأصدقاء السوريين، وبمجرد علمها في اليوم التالي بوفاة سمير غانم عادت هي وليلى علوي وهالة صدقي من أجل المشاركة في الجنازة، خاصة أن سمير غانم صديق عزيز وله مكانة خاصة لديهن. وتابعت إلهام شاهين: محدش له الحق إنه يقيم مكانة زميلي عندي، وذلك في ظل ارتباطها بعلاقة صداقة قوية للغاية مع الراحل وزوجته دلال عبد العزيز، والتي تركض في المستشفى بالوقت الحالي. وقالت: محدش يقدر يقول أني حزينة أو مش حزينة على فراق أحد من زملائي. وكان كثير من الجمهور قد هاجم الفنانات بسبب عدم مراعاة مشاعر أبناء وزوجة النجم الراحل سمير غانم بعبارات عتاب ولوم، ومنها: جرحكم بيلم بسرعة أوي. للأسف محدش بيعذر حد، والناس بتحب تلقي الاتهامات بسرعة حتى قبل ما تعرف الحقيقة. وهذه الصورة اللي أثارت الجدل: إلهام شاهين وليلى علوي مجرد ما عرفوا بالخبر رجعوا مصر عشان جنازة سمير غانم. ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة لبلبة عن تفاصيل حضورها حفل زفاف نجل رجل الأعمال أيمن الجميل مساء أمس الجمعة 21 مايو 2021 بمدينة الجونة، بعد ساعات من مشاركتها في جنازة الفنان الراحل سمير غانم وتوديعه حتى مثواه الأخير. وقالت لبلبة للوطن في أول تعليق منها على الواقع: أنا موجودة في الجونة منذ ليلة الخميس لحضور حفل الزفاف، خاصة وأن أسرة العريس جيران ليا من 33 سنة، ويقيمون في الشقة المجاورة لشقتي بمنطقة الدقي، ويعتبرونني جزء لا يتجزأ من العائلة، وأنا أعتبر نجلهم بمثابة
ابني بالظبط. وأضافت: بمجرد علمي بنبأ وفاة سمير غانم عدت للقاهرة، وكنت أعتزم الاعتذار عن عدم حضور حفل الزفاف، إلا أن أهل العريس شددوا علي وعلى ضرورة حضوري، وحجزوا تذكرة طيران ليا من القاهرة للجونة. وبالفعل عدت إليهم مجددا وجلست على الطاولة التي تجلس عليها جدة العريس، مما يعكس عمق العلاقة بينا. وسرعان ما غادرت حفل الزفاف بعد أقل من ساعة على بدايته. وبسؤالي عن المقطع المتداول لها التي بدت مظاهر الفرحة واضحة عليها أثناء إحياء الفنان عمرو دياب لحفل الزفاف، ردت قائلة: ما حصلش، كنت أحيي والد ووالدة العريس وقت وجودهم على المسرح، لكن ما رقصتش مثلا أو اتحركت من مكاني، أنا سبت الفرح وعدت إلى محل إقامتي. وحينها تلقيت اتصالا من فريق إعداد برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب كي أجري مداخلة هاتفية معه عن سمير غانم، ولم يكن هناك موسيقى أو مظاهر فرح وقت إجرائي للمداخلة. وتابعت سمير غانم عشرة عمري وجمعتنا العديد من الأفلام، كان يتمتع بأخلاق سامية وحرصت على توديعه حتى مثواه الأخير، وهو الأمر الذي لم أفعله في حياتي سوى 3 مرات، إحداهن مع والدتي رحمها الله، والمرتين كان للمخرج الراحل عاطف الطيب والفنان الراحل محمود عبد العزيز. يعني أدي هنا صورتها مع إلهام شاهين في جنازة سمير غانم، يعني الناس بدل ما يمدحوها إن هي صاحبة واجب، لا هجموها وهي كانت في الجونة، رجعت من الجونة للقاهرة عشان الجنازة، وبعد كده راحت من القاهرة للجونة في نفس اليوم عشان تقعد ساعة واحدة في الفرح وبعد كده ترجع ليه لمكان إقامتها. ناس ما بتعذرش. أنا حتى عملت فيديو عن بنت فريد الديب، وفي آخر الفيديو حطيت صور لفرح شقيقتها، لقيت الناس بيهاجموني إزاي تحط فيديو لرحيل بنت فريد الديب وتحط صور فرح كمان في الفيديو. أنا بكتب سيرة حياة، وأنا بكتب وأنا بحضر جنازة، وبعدين أنا بستغرب يعني عن الناس اللي بتتنمر على غيرها دي. المهم، وهنشوف برضو حالة صدقي قالت إيه. كتبت الفنانة هالة صدقي منشورا لها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، علقت من خلاله على جنازة النجم الكوميدي الكبير سمير غانم والتي شيعت أمس الجمعة 21 مايو 2021، وكتبت فيه: أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، نزلت من دبي لحضور فرح، رحت العزا واعتذرت عن الفرح. وكما هو معروف في الوسط الفني إن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزا أو زيارة مريض. وفي يوم سألت رجاء، يا رجاء الجداوي يعني، يا رجاء انت ليه بتروحي لكل من هب ودب حتى لو علاقتك بيهم مش قوية، وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهمش؟ كانت بتقولي: عشان في عزائي عايزة الدنيا كلها تقف مع أميرة بنتي ويبقى عزا كبير. وتابعت هالة صدق: وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وأصدقائها المقربين جدا، هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا أميرة بنتها. ودلال حضرت عزا مصر كلها، وأهم عزا ليها حبيبها وجوزها وعشرة عمرها، ما تحضرش العزا ولا عارفين حتى رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياة وإنها الوحيدة اللي مودعتهوش. اوعى تحسبها أبدا، سيبها على ربنا واللي رايده هيكون. الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك. منشور هالة صدقي جاء بعد حالة من الجدل
والتي أثيرت على فنانات حضرنا حفل زفاف بعد ساعات من جنازة سمير غانم، وظهرنا في حفل الزفاف وهم يطالون.